تاريخ اليوم 6/4/2019 في باحة قصر عابدين، وهذه المدافع والقنابل حشوات المدافع. شوف مدفع حصون من الحديد. قصر عابدين شيء روعة. شوف باحة القصر شلون جميلة. شوف الشجرة ذيك يا ابو الحارث، هذا قصر عابدين. طبعا نسبة الى عابدين بك، احد القادة العسكريين في عهد محمد علي باشا. القصر بناه الخديوي اسماعيل، كان الهدف منه استقبال الوفود الأجنبية. شوف الشجرة هذه العجيبة. السلام أخي تام من قصر الخديوي إسماعيل، قصر عابدين بك، والسلام.